14 نوفمبر اللي كيصادف اليوم العالمي للتحسيس بداء السكري. كمعلومه نبغي نشير على ان العدد ولا الاحصائيات اللي هي رسميه فيما يخص الناس اللي العدد ديال الساكنه ديال المغاربه اللي فيهم داء السكري فهي بطبيعه الحال للاسف قربت ولا تزوجت 2 مليون ديال الناس اللي هما تم التشخيص ديالهم، بلا ما نهضروا ولا بلا ما نتناولوا العدد ديال الناس اللي ربما مصابين بداء السكري وباقي ما تمش التشخيص ديالهم، وكذلك هادو واحد النسبه اللي ربما قد تكون مرتفعه. والاسباب ديال هذا الشيء ولا من الاسباب داخله فيها حتى الوقايه. بالنسبه للناس اللي مصابين بداء السكري كنوجه لهم كنصائح، واللي هي نصائح شحال ما عممناها شحال ما مزيان، هي ان احنا نحترموا واحد الاسس باش الذات ديالنا باش نتفاداو المرض ديال داء السكري، باش نتفاداو ما امكن المضاعفات ديال داء السكري اللي كنعرفوها، ولجميع السيدات والساده ربما عارفين اشنا هي هاد المضاعفات من اصابه ديال امكان محتمله ديال القلب ديال الشرايين ديال الكلي ديال العين والى ومضاعفات اخرى. اذا هاد الاسس الثلاث هي اولهم هي التغذيه، وبطبيعه الحال هاد التغذيه ضروري انه الانسان اللي هو مصاب بداء السكري فالتغذيه ديالو خاصها تكون كامله في جميع المكونات الاساسيه ديال التغذيه ديال الانسان كاملين، اللي هي السكريات، اللي هي الدهنيات، بروتينات، فيتامينات، املاح، بلا ما نساو الاهميه ديال الماء والالياف اللي خاصها تكون حاضره بواحد الكميه اللي هي معقوله. بالاضافه الى ذلك الاساس الثاني اللي هو دائما كنركزوا عليه هو واحد الانشطه الرياضيه اللي مناسبه للجسم ديال الانسان، ماشي رياضه، يعني اي حاجه قدرنا نديروها حتى هي خاصها تكون حاضره وحتى هي داخله من الاسس المهمه ديال العنايه بداء السكري. والاساس الثالث بطبيعه الحال هو البعد العلاجي، هو الادويه اللي حنا كنستعملوها، ربما ليبرا، يعني هذوك الحويجات اللي هو بطبيعه الحال اللي الطبيب المعالج مقيدهم لنا، فبضروري حتى هما خاصنا نحترموهم، حتى هما خاصنا دائما تكون واحد الاستشاره، بلا ما نساو الاهميه ديال المراقبه دوريه اللي خاصها تكون عند بطبيعه الحال عند طبيب معالج، طبيب مختص. هذا الشيء اللي كخلاصه اللي نبغي نشير هو ملي كنهضروا مثلا ربما واحد العدد كبير ديال السيدات والساده ملي كنهضروا على داء السكري ربما كيكون تخوف من بين قوسين ما يسمى بالحميه، فكنبغيو ناكدوا لهم على ان حتى ملي كنهضروا على الشق اللي هو التغذيه فهي راه هي تغذيه اللي هي كتناسب جميع الناس، يعني نتفاداو على ان الانسان اللي مصاب بداء السكري تكون عنده طبق ديالو خاص، فهو بطبيعه الحال كننصحوه على انه يتناول الاغذيه في الطبق ديال العائله. كاين واحد العدد كبير ديال الاعشاب الطبيه اللي كنقدروا ننصحوا بها واللي كتكون من بين مكملات لهذه النصائح اللي حنا دوزناهم واللي كنقدروا نضيفوا مزيان ان حنا نضيفوهم في الاطباق ديالنا. غادي نطرقوا لواحد 3 ولا 4 الاعشاب اللي بطبيعه الحال اللي كاينين في واحد العدد كبير من الدراسات العلميه اللي كنلقاوها متواجده، اللي منهم اولهم كنلقاو مثلا زريعه الكتان اللي بطبيعه الحال كتبقى من بين الاعشاب الطبيه الرائعه، كاين الوراق ديال النويه واللي هو ديال القرقاع بطبيعه الحال بلا ما نساو الاهميه ديال هذا القرقاع اللوز في التغذيه المتوازنه ديال الانسان اللي هو مصاب بداء السكري، كاينه الحريقه ولا لوغتي بالانواع ديالها كاملين اللي كتبقى كذلك من بين الاعشاب الطبيه اللي تبتات علميا في واحد عدد كبير ديال الدراسات المنافع ديالها في هذا الاتجاه، كاينه القرفه لا كانيل اللي بطبيعه الحال كذلك حتى هي تبتات على انها كتنقص لنا من ديك الحده ديال لانسينو ريزيستونس او المقاومه ديال العمل ديال الانسولين، يعني كاين واحد العدد كبير ديال الاعشاب هادو اللي ذكرت منهم دابا فهما بطبيعه الحال اعشاب اللي نقدروا نستعملوهم بدون اي تخوف من المضاعفات المحتمله اللي كنقدروا نلقاوها في بعض الاعشاب اخرى. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.